في سهرة معايدين اللي شفناها في عيد الفطر المبارك على وعد تي في، صار يعني خليني نقول ردود منك أنت أو بين قوسين تلقيح صار وكنت مشاكسة، وبعد ما نزلت الحلقة شفنا ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، شن صار احكي لي؟ اللي صار إنه هو أنا دويت في هلبة حاجات في سهرة معايدين، اللي صار إني كنت ممكن أتكلم هلبة وما نعطيش في فرصة لحد يتكلم وصوتي عالي بحيث طبعا 24 ساعة وانتي طوضو. مشكلتك انتي في الحقيقة هادية، ما عندكش يعني الرياكشن اللي شفناها احنا في معايدين، ما فيش، حتى انا ممكن واحدة من الناس اعتقد ان الاجواء كانت متوترة شوية، صح؟ من اي ناحية الاجواء متوترة؟ ما انتي شوفي انا حسيتك تلفي وتدوري تبي تستسلي سؤالك تلفي. لا لا ليه؟ حسيت ان كمية الاشخاص اللي كانوا متواجدين وكل واحد متشبت برأيه ورأيه عكس الاخر، فحابب يوصل رأيه بالسيف أو يقنع الآخر بالسيف، زائد إن إحنا كنا في أماكن بعيدة على بعض فما نسمعوش بعض، فلذلك اضطرينا نعلو صوتنا ونسينا إن إحنا مركبين مايكات. هو شوفي، هي سهرية العيد إحنا جبنا فيها العيد، إحنا عيدنا فعليا وخلينا الناس تعيد معنا، هذا شيء ممكن. ما شوفي، لما يكونوا في اكثر من شخص وكل شخص بيقول رايه فتختلف الاراء فتصير شوشره فتصير دوشه فتصير لا انا نبي نثبت نفسي فانا لا انا بنقول رايي انا، فهذه هي الدوشه اللي صارت. بس بلاك سكاند على فكره سهريه كانت جدا 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 ممتعه، وكانت سهريه ناجحه هلبة، ولو انها مش ناجحه راهي ما اخذتش ترند. تحياتي ليك. شكرا. نور. شكرا. كملت معاك فقره سوشيال ميديا.